بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك. أقول: إنسان مسافر وهو في طريقه أراد أن يصلي جماعة في مسجد، وإمام هذا المسجد مقيم، وأراد أن يصلي معهم صلاة العصر فلم يدرك إلا ركعة الرابعة، فهل إذا سلم الإمام يتم 3 ركعات أم ركعة بنية القصد؟ إذا أدرك الإمام في آخر ركعة فإنه يجب عليه أن يتم 4، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل: ما بال الرجل يعني المسافر يصلي 2 ركعات ومع الإمام يصلي 4؟ فقال: تلك هي السنة. فعلى هذا إذا أدركت إماما يصلي 4 ولو في التشهد ودخلت معه وجب عليك أن تتم 4. فإن كان هذا السائل قد صلى 2 ركعات مثلا فبلغه أنه لا بد أن يعيد الصلاة الآن 4. نعم.